الزهرة مع الدكتورة زهرة المعبي وحسن شاهين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الحلقة رقم 29 من برنامج كوكب الزهرة مع الدكتورة الفاضلة الرائعة المدربة والمستشارة الأسرية في مركز عين اليقين بجدة الدكتورة زهرة سعد المعبي، وهي مديرة جمعية الإحسان لرعاية الأيتام. تجولنا معها حقيقة رعاية الإنسان، أنا آسف الإحسان لرعاية الإنسان. الله يسعدك دكتورة. تجولنا مع الدكتورة في تجربها في الحياة، في ذكرياتها في الحياة. احنا باقينا دي الحلقة 29 وحلقة بعدها 30. كل سنة وانت طيب، الله يديك العافية، يوفقك يا دكتورة، يسلم عمرك. دكتورة في الحلقتين الأخيرة نبغى نختم بتجارب شخصية في حياتك انت لمستيها، إن كان مع والدك، إن كان مع عائلتك، إن كان مع والدي ما أتذكر لأن توفى وأنا صغيرة عمري 5 سنين. لا أذكر إلا الله، يعني حاجة كده زي كأنه فيلم قديم الله يرحمه، وصامت، فيلم صامت حتى يعني حتى صوته ما، يعني لا أذكر إلا بس لما هو يخرج على صلاة الفجر من الأذان الأول، لأنه كان في أذان أول هذا، لأنه كانت الدنيا هادية ما في مكيفات تمنع وصول الصوت، أسمع بس تهليلته هو يقول لا إله إلا الله بصوته العالي، فهذا اللي أنا أذكره بس. الصدى الصوت الصدى، أما الصوت الحقيقي ما أذكر شيء. يعني حتى أحيانا أسترجع نفسي أقول كان نفسي أعرف كيف يضحك كابتسامته وشه وما أدري كده، ما لا أذكر إلا ما عشتي الأبوة، لكنك الآن تصنع أبوة لأجيال كثيرة جدا. الله يسلمك. وإحنا نقول يا جماعة الخير، ترى اللي فقد أحد الآباء، يعني بعض الناس يقول يا أخي صار يتيم، ضاعت حياته، ضاع مستقبله. لا، الآن اليتيم هو اللي تبدأ حياته. على فكرة كل العباقرة وكل الناس الناجحين وكل الناس البارزين من المعاناة، أما دول اللي في منطقة الراحة صعب إنك أنت تلاقي إنهم يعطوا شيء، قلما أن يعطوا شيء. دكتورة كلام مرة كبير. أيوة، منطقة اللي في منطقة الراحة قيد عنده كل شيء، متوفر عنده كل شيء، هم دول إحنا نقول أتولدوا وملعقة ذهب في فمهم لكن المعاناة هي التي تصنع الكبار. أنت شفت وزير البترول النعيم من ساعي في شركة أرامكو إلى وزير البترول، من المعاناة لما انضربوا هذاك خبطوا على يده، حصلت قصة لا تشرب خبطوا قالوا انت مكانك مو هنا، انت ما تشرب هنا، تشرب من برا، هذا مكان المهندسين وبس. قال طيب، في نفس المعاناة دي صنعت منه رجال عملاق، طلعت المارد اللي جواه وخلص، خلت منه انسان يدرس في الليل ويشتغل في النهار والى اخره، حصل على اعلى درجات، وهم نفسهم ارامكو اللي بتاع سود يدرسوا. إيه؟ المعاناة هي من رحم المعاناة بتطلع الابداعات والمواهب الكبيرة، اما اللي في منطقة الراحة يظهروا بس يظهروا برفاهية برضو، ما يعني ما يحسوا. عشان كده بعض الآباء للأسف الشديد يقولوا لك الشيء اللي أنا اتحرمت منه أبغى أعطي أولادي. لا، الحرمان اللي أنت تحرمته لا يكون بالمقابل أنت تعطي كمان إلى حد المبالغة والسفح والدلع. يطلع الولد كل حاجاته ملبعة، يعني ما يقيم ولا يقدر الحاجة اللي أنت تعطي له. هي نوقف هنا دكتورة، نخلص الوقت، بقينا الحلقة الجاية. دمتم بخير وفي أمان الله. في أمان الله.